انطلقت صباح اليوم السبت عملية الاقتراع في الانتخابات المحلية بالضفة الغربية في مرحلتها الثانية والأخيرة، وتجري هذه العملية في 50 هيئة محلية بالضفة الغربية من بينها المدن الرئيسية كمدن رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلة وجنين والخليل. وعلى خلاف المرحلة الأولى من هذه الانتخابات تشارك حركة المقاومة الإسلامية حماس عبر قوائم مستقلة، وهو ما اعتبرته حركة الفتح بالقرار المؤسف كون حماس تشارك في الانتخابات بالضفة الغربية وتمنعها في قطاع غزة، ولم تخلو هذه العملية من التدخلات الإسرائيلية. ومؤخرا اعتقل الجيش الإسرائيلي إسلام الطويل رئيس قائمة البيرة تجمعنا، وهو ما اعتبرته لجنة الانتخابات المركزية بالتدخل السافر في سير العملية الانتخابية.